اسمعوا، صح الموضوع متعب بس اقسم بالله انه حلو. يعني هيك تحس انه في كل خطوه بتخطوها حسنه، الحسنات بعشر امثالها، والله يضاعف، الله اسرع عليك كمان. يعني هيك مش حسنات، بعدين ايش كل هذا العوينه كله باجره، كله بحسناته. اخ والله منحمنا موجود عند امي، كان بهدلت كان بهدلت على الوثق اللي انا متوسقه. اخ يما ابشر يا خالتي. ايوه انا ابشر. انا سته من عناية انت؟ ست عيال، اكم كيس بدها؟ من بدها نازل لك ثلث كيس. ايوه بارك الله فيك، والله معني من عناية انت. خلص الله يعطيك ويخلي لك اولادك يا رب. انا مش متجوز هسه. طيب الله يجوزني واحده حلوه، واحده حلوه بيضه وحلوه. الله يسعدك يا شيخ، بنت عالم وناس. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا حجه. تسلم ان شاء الله. الله يجوزني واحده بيضه وحلوه. اللهم امين. الله هذا بركه الهالي.